Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 12 مايو 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل نازح بمعسكر وطاش في نيالة وإغلاق طريق نيالة الفاشر تنديدا بالحادث وسلسلة من عمليات النهب المسلح في شمال ووسط وغرب دارفور. الحرية والتغيير تم في تلقيها دعوة لأي اجتماع تحضيري بواسطة الآلية الثلاثية، والآلية الثلاثية تعلن انطلاق المباحثات غير المباشرة خلال الأسبوع الجاري. حاكم إقليم النيل الأزرق لإيراد ودبنجا الخدمات الأساسية في كافة محليات الإقليم صفر عدا محليتي الروسيرس والدمازين. محامو الطوارئ يطالبون بالتحقيق الدولي بالإخفاء القسري للمتظاهرين وإضراب للكوادر الطبية في الفاشر ووقفات احتجاجية للكوادر الطبية في الخرطوم ومدرمان. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل النازح عبد الرحمن حامد 38 سنة وأصيب ثريا هارون آدم 35 عاما مساء الثلاثاء في هجوم شنه مسلحون على معسكر وطاش بنيالة، فيما أغلق نازحون طريق الفاشر نيالة يوم الأربعاء تنديدا بالحادث. وقال شيخ مشايخ معسكر وطاش عبد الرازق لراديو دبنجا إنه مسلحين يستقلون عرب لاند كروزر أطلقوا النار على النازحين بالمعسكر مساء الثلاثاء قبل أن يلوزوا بالفرار. وأضاف الشيخ عبد الرازق في هذا الخصوص: عندنا أحداث أمباري الساعة 10 بالليل، عندنا جنجويد بعربية بوكسي ومحملين المضاجع وجو ضربونا في معسكر وطاش. الآن توي شهيد اسمه عبد الرحمن حامد تقل وسوريا هارون آدم جاء مصاب، والأثر ما طلع مشى خشى المستقبل ومن المستقبل مشى خشى في الرياض. من جانبه قال المدير التنفيذي لمحلية نيالة شمال أبو سفيان عبد الله إنه مسلحين يستقلون عربة من الناحية الشمالية للمعسكر أطلقوا النار بعد اعتراض من قبل بعض الشباب، وأوضح أن إطلاق النار أدى لمقتل رجل وإصابة امرأة. ووعد أبو سفيان عبد الله باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن للنازحين في المعسكر وحماية ممتلكاتهم. وأضاف أبو سفيان عبد الله في هذا الخصوص: يمكن طلعوا مجموعة من النساء والأطفال والشباب في الشارع الرئيسي لإقطاع الرابط بعد النيالة والفاشر، وتم قفل الشارع وخلينا تحركنا احنا خلينا نتأمن محلية نيالة شمال، تكلمنا معه وعلى سنة هم الآن أصحاب حقه ونحن جاهزين لأنه نلبي كل طلباته لأنه هم طالبين الأمن بس ما طالبين أي حاجة خلاف الأمن. قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي إنه الخدمات الأساسية في كافة محليات الإقليم السبعة صفر عدا محليتي الروسيرس والدمازين. وقال أحمد العمدة في برنامج صوت الولايات لراديو دبنجا إنه تسلم الإقليم في وضع مزري للغاية ولا يوجد به خدمات بعد توقيع اتفاقية جوبا، وأوضح أن حكومة الإقليم استطاعت خلال الفترة الماضية توفير جزء من طلمبات المياه لمدينتي الروسيرس والدمازين بجانب رفع قدرة الكهرباء من 270 إلى 381 فولت، هذا بجانب تنفيذ بعض التشريعات المتعلقة باتفاقية جوبا. وأشار الإجراءات تتعلق بالتمييز الإيجابي لسكان الإقليم الآن في انتظار الإجازة من قبل الحكومة الاتحادية. وأضاف أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا: يعني الكلام ده مظالم تاريخية بدت من بعد الاستقلال لحد الآن ما عندي شكل خدمي، ما عندي أي، البلد منهارة، شارع الدمازين روسيرز ده بكرة بينقطع، ما في مستشفى شغالة، ما في أي مرفق، الناس دي الريف يعانوا من عطش، حتى الليلة المنطقة الغربية فيها مشاكل بتاعت عطش، المناطق بتاعت المحليات الستة ولا السبعة محليات هي عندها مشاكل بتاعت عطش.
قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير إن الآلية الثلاثية لم تدعو القوى السياسية للملتقى التحضيري ولم تحدد توقيتا وأجندة. وأوضح في لقاء مع الصحفيين مساء الثلاثاء إن فكرة الملتقى طرحت بواسطة مبعوث الاتحاد الأفريقي ويلد ليبات في أحد اجتماعات الحرية والتغيير مع الآلية الثلاثية، وأكد أن الحرية والتغيير رفضت فكرة الملتقى لأنها صيغتها تتماهى مع رؤية المكون العسكري الذي يختزل الأزمة في الصراع بين المدنيين، وشدد أن طرفي الصراع هما الانقلابيين من العسكريين والمدنيين والمناهضين للانقلاب. وأضاف في هذا الخصوص: الصيغة الطرحت بعد الاجتماع التحضيري هي نحن نفتكر أنها متماهية مع وجهة المكون العسكري اللي بيختزل الصراع ده كله أو الأزمة كلها، فينا صراع بين المدنيين، يمكن عبر عنه قاعدة الانقلاب كذا مرة، يقول أخوانا المثل المدنيين ده يتفقوا ونحن ما عندنا مشكلة، طبعا ده ما حقيقة الصراع. من جهتها أعلنت الآلية الثلاثية الاتحاد الأفريقي وليجات واليوناتمز بدأ المباحثات غير المباشرة بين الأطراف اعتبارا من هذا الأسبوع. أطلق مسلحون النار على عربة تجارية في طريقها من سربا إلى الجنينة في ولاية غرب دارفور يوم الأربعاء قبل أن ينهبوا جميع هواتف وممتلكات ركابها. وقال محمد أبكر لراديو دبنجا إنه 8 مسلحين يستقلون 4 مواتر اعترضوا طريق عربة يستقلها 7 تجار في منطقة بورتا بالقرب من كاندبي، وأطلقوا النار على إطارات العربة ونهبوا جميع أموال وهواتف وممتلكات الركاب. وأضاف محمد أبكر في هذا الخصوص: ضربوا العربية وأكلوا نهبوا بلاك مرة من سربة ماشي جنينة سبا من ضمن التجار كبار مثل سبا في يسموه وادي تبورتا، دخلت ضربوا العربية هناك ونهبوا الركاب ونهبوا التجار ذات كلهم. أصيب المواطن سليمان حسن محمد بطلقة ناري ونهب هاتفه داخل مزرعته بمنطقة مشالايا بولاية وسط دارفور مساء الثلاثاء على يد مسلحين، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. من جهة أخرى نهب 2 من المسلحين مساء الثلاثاء ركشة تحت تهديد السلاح في الطريق بين بركة سايرة وسرف عمرة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن المسلحين كانوا يستقلون موترا ولازوا بالفرار بعد نهب الركشة. من جهة أخرى توفى أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخر في انهيار بئر في الكراكات الجديدة بمنجم جبل عامر بمحلية السريف بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. تعرضت عربة لعملية نهب مسلح بالقرب من هامبول في محلية السريف بولاية شمال دارفور، حيث تم نهب الموبايلات والنقود التي كانت بحوزة الركاب إضافة إلى إطارين للعربة. وقال شهود أن 2 من المواطنين أصيبا بجروح جراء تبادل لإطلاق النار عن طريق الخطأ بين فزع أهلي قادم من السريف إلى موقع الحادث وحراسات عرب أخرى. نظم محمود طواري وأسر المعتقلين يوم الأربعاء وقف احتجاجي أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنديدا بالاعتقالات والانتهاكات في مواجهة الثوار والناشطين خلال المواكب وخارجها. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة للمفوضية تندد بالانتهاكات، وأشاروا إلى تقديم عدد من المذكرات إلى النائب العام للمطالبة بالقيام بواجبه ووقف الإخفاء القسري والسماح للمعتقلين بمقابلة المحامين وإلزام وكلاء النيابة بتفتيش الحراسات والسجون. وطالب المفوضية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف حول الانتهاكات والعمل على وقف القتل خارج القانون. وأضاف المحامي سمير شيخ الدين أثناء تلاوة المذكرة: دشنت تنسيقيات لجان المقاومة في مختلف أرجاء الخرطوم يوم الأربعاء ميثاق سلطة الشعب، ونص الميثاق على إسقاط الانقلاب ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية ورفض أي دعوة إلى التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابيين والاستمرار في المقاومة السلمية عبر الأدوات المجربة والمبتكرة وإسقاط انقلاب 25 من أكتوبر. وأضاف ممثلو لجان المقاومة خلال تدشين الميثاق: وتأكيدا على التزامنا بوضع حد للانقلابات العسكرية التي شكلت
معظم ملامح مشهدنا السياسي منذ الاستقلال وبعدم تجديد هذه المعركة وسعيا لتأسيس دولة وطنية ديمقراطية لا شراكة فيها مع القوى المضادة للثورة في السودان، ولا تفاوض فيها على إبعاد المؤسسة العسكرية بالكامل من الحياة السياسية، ولا شرعية فيها للأنظمة الشمولية. نظمت الكوادر الطبية والصحية بمستشفى حاج المرضي الأكاديمي سابقا يوم الأربعاء وقف احتجاجية ضد خصخصة المرافق الصحية الحكومية وإعادة المستشفى لوزير الصحة الأسبق بولاية الخرطوم مأمون حميدة. من جهة أخرى نظمت الكوادر الطبية بمستشفى أم درمان وقف احتجاجية يوم الأربعاء ضد بيع مجمع العيادات المحولة بشارع الدكاترة أم درمان. وأضافت الدكتور إحسان فقيري خلال مخاطبتها وقفة الأطباء حجة بتاعت بروف حميدة إنه عايز ينقل الخدمة إلى الأطراف. طيب يا أخي أنت ما تعمل خدمة إلى الأطراف، كيف الزول بيجي من برا عشان ما بيجي بيتعارض في العاصمة؟ الوقفة الاحتجاجية ضد في مكان آخر إرجاع مستشفى الأكاديمي لمأمون حميدة. دخل العاملون والكوادر الطبية بمستشفى الفاشر التعليمي يوم الأربعاء في ضراب شامل عن العمل احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بمستحقاتهم المالية من زيادة المرتبات والبدلات ومعالجة هيكل الأجور. وقالت خالدة أحمد خاطر عضو اللجنة التسييرية للكوادر الصحية بولاية شمال دارفور لراديو دبنجا إنهم لم يصرفوا بدل العدوى منذ 2020 وعدم صرف البديل النقدي وبدل اللبس، وأشارت إلى صرف منحة العيد بهيكل 2020. نظم العاملون بهيئة إذاعة وتلفزيون جنوب دارفور يوم الأربعاء وقف احتجاجي أمام مباني الهيئة استنكارا لعدم التزام الهيئة بصرف استحقاقهم عن شهر رمضان أو ما يسمى بسقف الإنتاج. وطالب المحتجون بتعديل مرتباتهم وصرف البديل النقدي وبدل اللبس واستحقاقات أخرى، وأشاروا إلى أنهم سينفذون سلسلة من الوقفات الاحتجاجية حتى الحصول على استحقاقاتهم كاملة. من جهة أخرى نفذ العاملون بجامعة نيالة وقف احتجاجي على خلفية القرار الذي أصدرته الحكومة بتعديل مرتبات الأساتذة الجامعيين واستثناء العاملين من التعديل. نفذ العاملون بهيئة إذاعة وتلفزيون وسط دارفور وقف احتجاجي بسبب عدم صرفهم لمستحقاتهم بالهيكل الراتب الجديد المصدق في العام 2020، وعدم صرف سوى 3 أشهر من أصل 8 أشهر من بدل الوجبة، فضلا عن عدم صرفهم لبدل اللبس لعامين. وسلم المحتجون مذكرة لوالي الولاية المكلف سعد بابكر تطالب بتقنين وضعيتهم من حيث التبعية الاتحادية وتدريب وتأهيل الكادر العامل في الإذاعة. دعت تنسيقية لجان مقاومة جنوب الحزام بالخرطوم جميع الثوار والناشطين لمنع تقدم الأطفال للصفوف الأمامية، ودعت التنسيقية في بيان لحصر مشاركتهم في الفعاليات التي لا تمثل تهديدا لسلامتهم في ظل وجود منظومة أمنية وعسكرية باطشة ودموية. وأشار البيان أن مشاركة الأطفال في المليونيات المعلنة حسب الجدول وخصوصا في الصفوف الأمامية يعرضهم للخطر المباشر. أعلن التجمع النقابي للعاملين بالخدمة المدنية بشمال كردفان الإضراب عن العمل لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الخميس وحتى الأربعاء 18 مايو الجاري. وقال التجمع في مؤتمر صحفي انعقد بقاعة متحف شيكان بالأبيض إنهم تقدموا بمذكرة لوالي الولاية بخصوص تطبيق الهيكل الراتبي الجديد وفق الزيادات الجديدة للعام 2022. وأشار التجمع أنه سيجدد الإضراب في حال عدم الاستجابة للمطالب، وتم استثناء المياه والثروة الحيوانية من الإضراب نسبة لحوجة المواطنين. حددت لجنة شكاوي المحامين جلسة خاصة يوم 22 من الشهر الجاري أمام اللجنة في قضية مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السابق لقمان أحمد ضد المحامي محمد حسن شوكت. وقالت المحامية رحاب مبارك لراديو دبنجا يوم الثلاثاء أن المشكو ضده تغيب عن جلسة أمام لجنة شكاوي المحامين يوم الثلاثاء بحجة انشغاله في قضايا بالمحاكم، ومثل نيابة عنه 3 من المحامين. وأضافت المحامية رحاب مبارك في هذا الخصوص: لم يحضر المشكو ضده للجلسة مدعيا بأن هنالك إجراءات أمام المحكمة يمثل فيها مما منعه الوصول، ومثل نيابة عنه 3 من المحامين. وحددت جلسة يوم 22/5 ليمثل فيها بشخصه أمام لجنة شكاوى المحامين. الخبر الأخير في النشرة:
فازت رئيسة مبادرة لالي قهر النساء أميرة عثمان بجائزة Frontlines Defenders ضمن مرشحين في العالم. وقالت أميرة عثمان في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنها من المقرر أن تتسلم الجائزة في نهاية مايو الجاري في مدينة دبلن بأيرلندا. وأوضحت أن الجائزة تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون مخاطر، وأشارت إلى ترشيحها أثناء وجودها في المعتقل. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.